سلا فامي، معاكم سي 50 فلوغ، فيديو جديد او موضوع جديد. الى كنتي اول مره كتفرج فيا بدل ليا واحد لايك سبسكرايب شي كومونتير زوين او مرحبا بك في هذا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو نقول لكم جوج حوايج. اول حاجه عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه واخا جات شويه معطله. ثاني حاجه سمحوا لي بزاف حيت غبرت عليكم وبقيت كنلوح عليكم فيديوهات بزاف نظرا لي بزاف ديال الحوايج كيكونوا شاغلينك. على اي هذا الفيديو جا من عندكم نتوما اللي اختاريتوه، بزاف الناس اختاروه حيت في انستغرام كيجيونا ميساجات بزاف من عند الدراري باقين دي جون، باقين يلاه بادين في الدومين، باغين يلاه ياخذوا مطر ما كيعرفوش سوقو سي 50. من بعد ما درت لكم فيديو على كيفاش تقلب سي 50 جاوني ميساجات على كيفاش نسوقو سي 50 اول مره. بزاف الناس سولوني هذا السؤال، بالمناسبه فين سولوني في انستغرام، اللي ما عندوش انستغرام ديالي راه نخليه لكم في الديسكريبشن او هنايا لتحت، راه غتلقاوه هنا، غتلقاوه هنايا لتحت. اللي عنده شي تساؤل مرحبا به، يدوز الانستغرام او نحاولوا نلقاو ليه الحل. كما قلت لكم بزاف الدراري ما كيعرفوش يسوقوا السي 50 اللي هي سهله، ما كيعرفوش يسوقوا الفيتاس عامه والسي 50 خاصه، حيت الفيتاس فيه لومبرياج وفيه اوتوماتيك. حنا غندوزو لومبرياج لوتوماتيك اللي هو السي 50. لومبرياج العادي هو اللي كيكون في تريبورتو في مطر كبار 125 والفوق. كما قلت لكم غنحاولوا نشرحوا لكم السي 50 من ا حتى لزيد، غنطرقوا لشي امور كيفاش دوز الفيتاس، كيفاش ديماري، كيفاش تكسيري، هذاك الشيء خفيف ظريف اللي غيكون سهل ودغيا غادي تفهموه. المهم ما نطولش عليكم، كملوا الفيديو من حتى الاخر باش تحاولوا تفهموا. كما قلت لكم على فامي، ها هي السي 50 موتور عادي، فيه فران فليد القدام وفران ديال الرجل ديال اللور. نورمالمون هنا في لومبرياج كيكون هنا لومبرياج، ولكن سي 50 عندها لومبرياج اوتوماتيك ما دايرينوش. كما قلت لكم هادو هما باش كتبدل الفيتاس، كضرب القدام ولا كترد اللور وصافي. اول حاجه كتجي ان شاء الله واخد موتور باقي ما عارف والو، اول حاجه كتجي هذا هو الساروت، كتجي كتخشيه هنا ياك. انت خشيتي الساروش ديماريو بسم الله، كدور كونتاك في حاله كيشعل الطابلو. هاد ثلاثة كتعني ان الموتور في طروازيان. انت بغيتي مثلا ترد دوبامور ياك، غضرب القدام غتجيبها كاتريام، عوض تبقى ترد اللور حتى توصل بامور طروازيان، يا اما ترد اللور يا اما تزيد قدام، ها انت كاتريام ياك، باش عاود ضرب القدام هاهي بامو. هاد ان كتعني ان الموتور راه بامو، وخا ديماري ليه وتكسيري الرويده ما غدورش. ديماريو الموتور هاد البطونه الحمراء هاي كما كتشوفوا كاين هنا جوج، هادي ديال لومبان ديال كاتر سينيال، وهادي هي باش كنديماريو. غنوركو عليها، هو ديمارينا الموتور. واحد الحاجه اللي بزاف الدراري كطرا ليهم وصايقين سي 50 ومولفين، ولكن كطرا ليهم فاش كيسوقوا شي 50 اخرى كطرا ليهم، شنو هي؟ انه فاش كيبغي ديماري الموتور كيدور كسيراتور بزاف وكيبدا يورك شي ها هو سكت، انا نديماري وغتسمعوا غادي يسكت ها، ولا اش كيدير؟ كيديماري وكيبقى يدور في كسيراتور بزاف، كيدير ها انت مثلا هو دور نص دوره موتور غادي ديماري ولكن كيبقى يدير ها سمعتوه ها هو سكت. كما شفتوا لا فامي كيسكت الموتور ملي مع كديماري كدور دوره كامله كيسكت الموتور. هنا نقزوا المرحله هذه، هذه المرحله كيفاش نديماري السي 50 صافي. دابا شديتوه هيا اتشوشي اكسيليتور شويه وغتورك غيديماري لك الموتور صافي. هاو الموتور هنا بامور. كيفاش ندير موتور بروميير باش الموتور اكسيري؟ كما كتشوفوا هنا الرويده زاقيه. دابا غنحاولوا نديروا اننا نديروا موتور بروميير باش نكسيري ونتحركوا.
اول حاجه شنو هو غنديروا؟ غنجيو هنا غنحطوا رجلينا هنا غنضربوا لقدام غنشوم شو الرويده كيفاش دارت شو واخا ما كسيريتش ما والو هذا ديال لارانتي زيد شويه ها كتجي هنا كتلقى واحد يعني بروميير دابا ملي غتكسيري انتوما شوفوا الرويده هنا تقدر تزيد غتجي عاوتاني غتحط رجلك غتورك قدام ها انت درتي بروميير دوزيام غتجي عاوتاني غتكسيري غتشم غادي تعمر الماكينه تروازيام ضرب القدام غدير تروازيام غتكسيري تعمر الماكينه عاوتاني غتجي كاتريان هاي صافي كتكسيري كتمشي هنا بغينا نرجعو تروازيام شنو هو غنديرو من نرجعوش وحنا مكسيرين غتلق كسيراتور غترخفها وغتورك على هادي اللي الله هادي فحالك صافي غتكسيري هاي ولا دابا تروازيام اش عاود ترجع دوزيام بروميير بامو سهله بزاف ما تحتاج لا تشد لومبرياج وتطلق بشويه ولا هادي ولا داكشي ساهل بزاف كما شرحت لكم دابا غنحاولوا نديماريو الموتور نكسيريو به من هنا نشدو به هاد الطواله هادي نتمنوا تفهم المهم لا فامي هاي بامور هاي رجلي ما محطوطه على حتى شي حاجه انكسيريو نورك القدام ونكزيد شوي هانشو انا ضربت الدوزيان انا نقلب تروازيام دابا انا ضربت القدام هاي تروازيام دابا انا نضرب القدام هاي دارت لينا كاتريام دا ملي كتوصل لشي ستوب ولا شي حاجه كتحاول تضرب اللور فحالها باش كتقراطي باش ترجع دوزيام ولا تروازيام ولا بروميا على حساب انت فين بغيتي ترجعها المهم تقدروا تسمعوا واحد شويه ديال البرد هاد البلاصه فيها شويه البرد واخا كاين الميكرو كلشي تقدر تسمع شويه البرد ها نتوما انا غنرجع دابا اللور نرد دوزيام واخا تروازيام غنطلق كسيراتور غنضرب اللور ها هي دوزيام غنزيد شوي بغيت نزيد نرد بروميير غنطلق كسيراتور غنضرب اللور ها هي غنبغي نجيبها عاوتاني دوزيام غنطلق كسيراتور وغنضرب القدام ها هي دوزيام وصافي وفحال هكا غتبقى اما تزيد القدام اما ترجع اللور المهم تما ملي تبغي تبدل الفيتاس تلقى يدك من كسيراتور باش ما تخرجش على بواطا فيتاس هادشي اللي كاين الخوت راه سي 50 راه ساهله بزاف راه ماشي شي حاجه اللي غتبقاو تخربقوا معاها ولا راه كنا دزنا من ديك المرحله راه ما كاينش شي واحد زاد معلم في السوقان خصوصا لك شي اول موتور غتبدا به هو سي 50 في حالي راه كنا دزنا من المرحله كيعطيوك موطور ماشي ديال صاحبك ولا ديال خوك الكبير ولا شي حاجه ما كتعرف السوقو كتكسيري عاوتاني بحال هكا الدوكسيتور كامله كيسكت لك كتبقى تخربق معاك كتبقى تضارب كتضرب مانيفير ملي واحد لقيتها صافي راه بوحدك كتبدا تتعلم اما الا لقيتي شي واحد يعلمك راه مزيان هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم ولا عجبك الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب شي كومونتير زوين كان معكم سي 50 فلوق تلاقاو فيديو جديد peace